نكمل بقى يا شباب المحاضرة بتاعتنا. عذرا جدا ان انا فصلت الفيديو، بس عشان انا شرحت المحاضرة والله حوالي 3 مرات، وبعد ما خلصتها لقيته بيقول لي الفيديو ما بيشتغلش، يعني الفيديو بايظ لان انا شرحتها يعني ما قسمتش الفيديو تمام. فاتمنى من الله ان الفيديو ده كمان ما يبوظش، ويدعوا كمان معايا لاني انا صوتي راح بجد. فنكمل يا شباب. احنا خلصنا طبعا الفيزيس اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه احنا قلنا مرحله الديبولاريزيشن اللي بتطلع فيها دي بيكون فيها القلب بينقبض. والله القلب ما بينقبض، القلب لسه ما شافش كهرباء عليا النعم تمام. انا بحلف لكم لسه ما فيش كهرباء مرت في القلب عشان تعمل له ايه، عشان تعمل له كونتراكشن تمام. انا جاست بس بهيئ له الدنيا. امال هيحصل له كونتراكشن امتى؟ في حاله هبوط الصاروخ ده في حاله صعود الصاروخ بيدخل الصوديوم، وبعد كده بقى الصاروخ يبدا ينزل بقى يقوم ايه، يقوم القلب هينقبض في الحته دي بقى، في حته البلاتو ده تمام. تمام، وقلنا في كل المراحل هيخرج بوتاسيوم تمام. وقلنا ان اول مرحله، اول نمشي كده، قلنا ان اول مرحله دي بتبقى سريعه زي دي، زي طلوع الصاروخ بالظبط، بينطلق بسرعه الصاروخ ونزوله سريع، بس في مرحله هتبقى بطيئه فيه. والله كل مراحله سريعه ما عدا الجزء اللي في النص البلاتو، يعني ديت سريعه وديت سريعه. مرحله الريبولاريزيشن دي كلها اسمها ريبولاريزيشن. اول واحده سريعه اللي هي فيز 1، وتاني واحده لو الثالثه سريعه اللي هي فيز 3، امال الثانيه فيز 2 هي اللي بطيئه، ودي مرحله الكونتراكشن بتاعه القلب. امال القلب هيرتاح امتى؟ القلب هيحصل له ريلاكسيشن امتى؟ ما هو بص، طبيعي القلب لما يحصل كونتراكشن وينقبض، زي ما يكون بتقبض ايدك كده بتضمها عشان تطلع الدم اللي جواها، طبيعي ان القلب يرتاح ويملى دم تاني. هيملى دم امتى؟ والله في المرحله اللي بعدها على طول. هو القلب انقبض فين؟ القلب انقبض هنا يا باشا تمام، القلب انقبض في الحته دي في البلاتو. طب هيملى امتى ويحصل له ريلاكسيشن امتى بقى ويرتخي تاني امتى وينبسط؟ والله ينبسط في الحته دي. انا جبت حاجه من عندي؟ والله ما جبت حاجه، انا جبتها لك كلها من الرسم. اذا كان القلب هينقبض في البلاتو يبقى هينبسط في الحته دي في الفيز 3 تمام يا شباب. فيز 3 و4 بعدين بقى هنعرفها بعدين تمام. تمام، تعالوا بقى نقرا الكلام ده. والله قال لك فيز 0 ديت اللي هي مرحله طلوع الصاروخ بيطلع في الجو، ايه اللي بيحصل فيها؟ بتفتح بوابات الصوديوم وتدخل لي صوديوم كتير، بيزيد الصوديوم انفلوكس. انفلوكس معناه دخول تمام. تمام، طب تعالى بقى على فيز 1. والله قال لك فيز 1 دي بتبقى صغيره وسريعه. جبت حاجه من عندي؟ والله ما جبت حاجه من عندي، من الرسمه. افتكروا الفيز اللي كانت هنا فيز 1 كانت صغننه، شايف حته قد ايه، بس سريعه بسرعه الصاروخ، ودي كمان كانت سريعه. امال البطيء هي ده بس هو ده اللي عايز يقوله. فيز 1 دي كانت صغيره وسريعه. حط الرسمه قدامك وشوف الكلام اللي انا بقوله، او الرسمه قدامكم في الكلام في الكتاب، شوف الكلام اللي انا بقوله والرسمه اللي قدام، هتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك هو اللي صح، هو اللي انت حافظه اللي انا قلته لك قبل كده. هيحصل فيها ايه؟ والله هقفل بوابات الصوديوم بقى، كفايه عليك يا عم الحاج بقى، كفايه عليك صوديوم بقى، انا عايزه الصاروخ ينزل. يبقى خلاص طالما كان الصوديوم داخل خرج مكانه بوتاسيوم عشان ترجع الريستنج ممبرين للحاله الطبيعيه بتاعته، فهيزيد خروج البوتاسيوم، هيزيد البوتاسيوم افلوكس. افلوكس معناها خروج، خلي بالكم انفلوكس معناها دخول، افلوكس اللي اقولها ايه معناها خروج، عشان الالفاظ ما تلخبطكوش في الامتحان، بيلعبوا على الالفاظ في الامتحان يا شباب والام سي كيو. تمام، الصوديوم هيخرج لوحده؟ قال لك لا والله بيخرج معايا كلور. لو تفتكروا في اول مرحله كان بيخرج معايا كلور، وفي مرحله البلاتو كان قصدي كان بيدخل كلور، اما في مرحله البلاتو كان بيدخل كالسيوم مقابل خروج البوتاسيوم تمام. شكلكم نسيتوا، والله شكلكم نسيتوا، انا عارفه ان انتم نسيتوا. بص اهي، مش هجيب حاجه من عندي. شوفوا المرحله الاولى البوتاسيوم خرج بس دخل مكانه كلور، المرحله الثانيه البلاتو البوتاسيوم خرج دخل مكانه كالسيوم، المرحله الثالثه والله حلف يمين ثلاثه لا هو خارج لوحده، قال والله ما في حاجه داخله ورايا تاني، انا خلاص الصاروخ هيهبط على الارض، دخل مكاني ايه تاني بقى خلاص تمام. تمام، شوفوا الكلام بقى اهي. فيز 2 قلت لك بيبقى مرحله البلاتو، البلاتو قال لك دي مرحله بطيئه، سلو في كل حاجه، سلو في خروج البوتاسيوم وسلو في دخول الكالسيوم كمان. قلت لك مرور الايونات بيبقى ببطء شديد، دخول البوتاسيوم بطيء، قصدي خروج البوتاسيوم بطيء ودخول الكالسيوم كمان بطيء تمام. تمام تمام، قال لك ايه بقى؟ قال لك في فيز 3 الكلام ده يا جماعه ده اللي انا قلته، الكالسيوم بيدخل عن طريق ايه؟ عن طريق كالسيوم صوديوم تشانل تمام، دخوله بيبقى بطيء سلو، وخروج البوتاسيوم بيبقى بطيء برده تمام. تمام، طب فيز 3 والله قال لك فيز 3 دي لارج ورابد. جبت حاجه من عندي؟ والله ما جبت حاجه من عندي. افتكروا الرسمه اهي،
شفتوا دي فيز 3 اللي كانت نازله دي، كانت لارج طويله وكانت رابد سريعه، قلت لكم كله سريع ما عدا البلاتو بس كده ثبتوها. طب في المرحله دي كان بيعمل ايه؟ والله البوتاسيوم بيخرج برده، اللي كان بيحلف يمين ما في حاجه داخله مكانه، كان البوتاسيوم يخرج ويحلف يمين. تمام. طب فيز 4 يكتبوا جنبه كده المدير، المدير بيجي يعمل ايه؟ بيقول لهم كاتكو خيبه، انتوا عاملين لي 3 فيزس عشان تخرجوا له البوتاسيوم، عشان تخلوا بره بوزيتيف. طب ما انا ممكن احفر حته ترومبه صغننه كده اهوت وتقوم مخرجالي 3 صوديوم وتدخل لي 2 بوتاسيوم، ودي موجوده في الممبرين اصلا، يعني انا مش هاخد مجهود كمان. تمام. احفر حته ترومبه صغيره اقول لها والنبي اشتغلي، انا يا دوب هقول لها اشتغلي، انا مش هحفرها هي اصلا موجود، هقول لها اشتغلي فهخرج لي 3 صوديوم، وبكده خليت بره بوزيتيف، يعني حققت الهدف. انتوا هدفكم تخلوا لي بره بوزيتيف وانا عملته الحمد لله، بس بطريقه تانية، حفرت الترومبه بتاعتي ودخلت مكان 2 بوتاسيوم، يبقى كده خليت بره بوزيتيف اكتر من البوزيتيف الموجود جوه، يبقى يعتبر خليت جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف، يعني رجعت للحاله الريبولاريزيشن اللي احنا كنا عليها في الاول خالص. فاكرين الريستنج ميمبرين بوتنشال، مرحله البولاريزيشن العاديه، مرحله الراحه، كان بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، وها هنا نحن قد حققناها. عشان كده سموا فيز 4 دي مرحله، امشي بقى، دي مرحلة الكمبليت ريبولاريزيشن، خلاص احنا رجعنا الريبولاريزيشن، يعني رجعناها للحالة الاصلية بتاعتها. الري معناها رجوع، كمبليت ريبولاريزيشن انا رجعتها للحالة الطبيعية بتاعتها عن طريق ان انا خرجت 3 صوديوم كتكوخيبة، انتوا عمالين تخرجوا بوتاسيوم، انا جيت حفرت حفرة وخرجت 3 صوديوم مرة واحدة ودخلت 2 بوتاسيوم، وبكده حققت الشرط ان البوزيتيف اللي بره اكبر من البوزيتيف اللي جوه، فيبان لي جوه نيجاتيف. تمام. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا الفيزز دي، لان يعتبر الفيزز دي هو الاكشن بوتنشال كله يعني فيها. تمام. طب تعالى بقى نعمل، عايزين نعرف ايه الريليشن بتوين الاكشن بوتنشال والميكانيكال ريسبونس، يعني ايه، يعني ايه العلاقه ما بين الكهرباء اللي انت عماله تشرحي لي فيها دي، الكيرف اللي انت عماله تشرحي لي فيه، وما بين انقباض القلب، القلب بينقبض ازاي وفين؟ والله استنى، القلب بينقبض ازاي وفين، يبقى لازم نرسم المنحنيين قدام بعض او جنب بعض عشان نعرف في الفيز في مرحله انطلاق الصاروخ القلب كان شكله عامل ازاي، اللي هو اللون الاصفر. تمام. طب في مرحله هبوط الصاروخ القلب كان شكله عامل ازاي، اللي هو اللون الاصفر برضه. تمام. عايز اعرف العلاقه ما بينهم. قال لك والله اول معلومه انا قلتها لكم قبل كده، قلت لكم ان في مرحله طلوع الصاروخ القلب بيحلف بالله بيقول له والله ما جالي كهرباء لحد دلوقتي، يبقى مش هينقبض، انا قلت لكم الانقباض بتبقى في البلاتو. تمام. يبقى المرحله ديت بتاعه انطلاق الصاروخ اللي فوق دي بيكون عندها القلب اللي هو اللون الاصفر ده بزيرو، شايفين اهو الاخضر اللي طالع الاصفر عند الزيرو كمان. تمام. يبقى زيرو مع زيرو. طب استنى، مرحله نزول الصاروخ، شوف ادي نزول الصاروخ وقف لحد هنا. تمام. الصاروخ وقف لحد هنا اللي هي مرحله البلاتو، نهايه البلاتو، القلب عمل كونتراكشن اهو، زاد لفوق اهو، معناها زاد لفوق معناها ان حصل له كونتراكشن، يبقى لما تلاقي الكيرف الاصفر بتاع القلب طلع لفوق معنى كده ان القلب حصل له كونتراكشن. طب معلومه جديده؟ والله ما جديد، انا قلتها لكم قبل كده، مش انا قلت لكم في مرحله البلاتو القلب بيحصل له كونتراكشن، يبقى طبيعي مع نهايه البلاتو القلب يكون في اقصى الكونتراكشن بتاعه، يبقى خرج كل الدم اللي عنده. تمام اهو، وده اللي عمله لك بالظبط. قال لك والله في مرحله البلاتو اللي هو ده، قال لك القلب شفت اهو في اقصى الكونتراكشن بتاعه، تقابله في النقطه دي، يعتبر هي النقطه دي بس يعني كمجازا الاثنين قريبين من بعض، يبقى نهايه البلاتو بيكون في عندها الماكسيمم كونتراكشن بتاع البلاتو، الكلمه اللي هو كاتبها لكم دي. تمام. تمام. طب استنى بقى، هو الصاروخ هيقف عند البلاتو؟ لا، هيكمل هينزل لباقي سطح الارض. استنى اهو، هيكمل النزول اهو بقى في الحته دي، نغير اللون عشان انا زهقت منه، شوف هيكمل نزول اهو بقى، احنا واقفين عند الكونتراكشن بتاع القلب في الحته دي. طب استنى، الاكشن بوتنشال بقى الصاروخ هيكمل نزول لتحت، القلب هيتنيم حاصل له كونتراكشن خلاص، هو طلع الدم عايز يحصل له ريلاكسيشن بقى عشان يملى دم تاني اهو، دي مرحله اهو الريلاكسيشن بتاعه القلب. تمام. وقف لحد فين؟ وقف لحد الحته دي، يبقى مرحله الريلاكسيشن بتاعه القلب اللي هي الحته دي قبلت ايه من الاكشن بوتنشال؟ قبلت قصادها مرحله اللي هي الفيز 3 يا شباب، فاكرين فيز 3 اللي هي الرابيد ريبولاريزيشن اللي هي المرحله السريعه واللارج؟ ايوه، هو بيقابل الحته دي، فهمتوا؟ فهمنا ان مرحله الكونتراكشن بتقابل جزء البلاتو ده بس، فبيتقاطعوا في الحته دي. تمام. الصاروخ لما بيكمل القلب خلاص عمل كونتراكشن، المفروض يملى دم تاني بقى اللي هي ريلاكسيشن اهي، الريلاكسيشن او الدايستول، الدايستول معناه ريلاكسيشن يا شباب، يبقى المرحلتين دول هيقابلوا بعض، يبقى
الريلاكسيشن بتاع القلب او الدايستول بيقابل ايه من الاكشن بوتنشال؟ بيقابل المرحله دي، المرحله اللي كانت نازله دي اللي بعد البلاتو على طول. شايفين المرحله دي كنا سميناها فيز 3 تمام، اللي هي الرابيد ريبولاريزيشن، الاثنين بيقابلوا بعض. يبقى في مرحله البلاتو القلب بيحصل له كونتراكشن، اما في مرحله الرابيد ريبولاريزيشن اللي كانت نازله لتحت القلب بيحصل له القلب بيحصل له ريلاكسيشن. تمام، بس استنى، خدت بالكم انتم من الحته اللي انا سبتها دي؟ استنى، الصاروخ نزل على الارض بس كان عندها القلب في نصه بس حاصل له ريلاكسيشن. ايه ده؟ معنى كده ان القلب بيحصل له ريلاكسيشن يعني بيخلص بعد ما الاكشن بوتنشال بعده. ايوه شفتوا حتى اللون الاصفر ده بعيد شويه او خلص بعد الاكشن بوتنشال. شفتوا الاكشن بوتنشال خلصان فين يا جماعه؟ بصوا انا هشيل الحاجات دي كلها، الاكشن بوتنشال خلصان في الحته دي، وصل للارض في الحته دي، اما اللون الاصفر وصل للارض في الحته دي. خدت بالكم؟ اهو يعني الـ القلب بيوصل متاخر، يبقى زياده عنه نص. يبقى لما اقول لك الكونتراكشن بتاع القلب ازيد من الاكشن بوتنشال بمعدل ايه؟ بمعدل نص، يعني بيضرب في واحد ونص. معنى انه يضرب في واحد ونص معناه ان هو زود نص. النص ده بتاع ايه؟ قال لك والله النص الزياده ده هو اللي هو بقيت الريلاكسيشن بتاع القلب. المفروض الحته اللي نزل الصفرة دي كلها ريلاكسيشن، قال لك نصها الاولاني بيقابل المرحله الثالثه الفيز 3، امال بقى النص الثاني بيقابل ايه؟ قال لك والله بيقابل مرحله المدير اللي تحت اللي هي فيز 4. تمام تمام، يبقى النص الاخير ده بيقابل فيز 4 اللي تحت، اما النص الاولاني من الريلاكسيشن بيقابل ايه؟ بيقابل مرحله الرابيد ريبورايزيشن اللي هي مرحله الهبوط يا شباب، ده اللي احنا كنا رسمينها قبل كده اللي هي فيز 3. تمام، انا عايزاكم تفهموا الحته ديت صم صم صم، عايزاكم تحفظوها مش قصدي تفهموها مش تحفظوها. تمام، هتيجي تقروا الكلام ده، هو اللي انا قلته بالظبط. اللي انا قلته ايه؟ تاني قلت ان اول ما يحصل ديبولاريزيشن الصاروخ يطلع، والله القلب يحلف ويتحلف يقول لك انا ما فيش كهرباء وصلت لي لحد دلوقتي، يبقى القلب اللون الاصفر عند الزيرو، لسه ما فيش كهرباء وصلت له، يبقى ما فيش كونتراكشن فيه. قال لك الصاروخ نزل تاني اهو بقى، نزل في مرحله البلاتو، وقف عند البلاتو، القلب حصل له كونتراكشن، يتقابله في الحته النقطه دي، يبقى مرحله البلاتو هي مرحله الكونتراكشن، الحته اللي طلعت دي بتاعه القلب. تمام تمام، جه بقى الصاروخ يكمل نزول، جه يكمل نزول القلب قال لك خلاص انا هعمل ريلاكسيشن بقى واملى دم تاني. تمام، وقف عند الحته دي نصه بس، عمل نص الريلاكسيشن بتاعه، كان الاكشن بوتنشال خلص للاسف. امال هيكمل مع مين؟ هيكمل مع المدير اللي تحت، يبقى النص اللي باقي ده هو الزياده من الكونتراكشن بتاع القلب، فهيقابل المدير اللي تحت، كل واحده هتقابل واحده قصاده. تمام، الديبولاريزيشن قابلت الزيرو، ما كانش قدامها حاجه، اما البلاتو قابل الكونتراكشن الحته اللي طالعه دي، اما الرابيد ريبولاريزيشن اللي كانت نازله ديت قابلت ايه؟ قابلت النص الاولاني من الريلاكسيشن بتاع القلب. امال النص الثاني ده هيقابله مين؟ قال لك هيقابله المدير الحته اللي تحت اللي كان بيحفر ايه؟ كان بيحفر ترومبا. تمام تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا الحته دي. طب تعالوا بقى على الحته دي يا شباب، برضو محتاجه فهم كده وحلوه واموره. قال لك والله الاكسايتابيلتي دي بتتغير ازاي؟ قال لك القلب مش بيغضب كده ويطلع ويعمل لك كونتراكشن من اي ستيمولس انت بتديهوله. مش معنى ان انا اديله اي ستيمولس يقوم عامل لي كونتراكشن، معنى كده ان وعلى مزاجك بقى ولا ايه؟ ادي لي كونتراكشن في اي وقت، ادي لي ستيمولس في اي وقت القلب يحصل له كونتراكشن. قال لك لا استنى، ده انا عندي شروط. قال لك على حسب انت جاي تثيرني في اي وقت. قال لك والله لو انا في الحاله ديت، في حالة البلاتو، البلاتو ده قلت لك في وقتها ايه؟ قلت لك القلب منقبض فيها، فسمينا المرحلة دي ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يعني ايه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود؟ يعني فترة بيمر فيها القلب بيكون فيها بينقبض. هو هل ينفع واحد يكون منقبض او واحد يكون على اخره زهقان تروح تكلمه؟ قال لك والله لو جيت تكلمني هصوت في وشك، ما تجيش ناحيتي خالص. القلب على اخره يا جماعه، القلب منقبض، ما ينفعش تدي له ستيمولس تاني وتقول له انقبض، هيروح فين تاني؟ ما هو منقبض اهو خلاص، يبقى بيرفض اي استجابه خارجيه. لو عملت اللي حتى مش هستجيب ليك. تمام، يبقى مرحله الابسوليوت ريفراكتوري بيريود هي مرحله الكونتراكشن يا جماعه، هي المرحله اللي طالعه دي، مرحله طلوع الصاروخ ومرحله النزول الاولانيه ومرحله البلاتو، الحته دي كلها. هتقولي لي انت قايله لي قبل كده ان مرحله الكونتراكشن هي البلاتو بس دي؟ قال لك لا، بص انا عملتها لك مجازا بس عشان اقسم لك الخط البياني كله. قال لك الحته دي ابعد عنها، الحته دي
لو سمحت بعيد عنه، اللي هي مرحلة طلوع الصاروخ ومرحلة النزول الأولانية اللي هي اللي سمول ريبروريزيشن ومرحلة البلاتو، ابعد عنها لو سمحت، لأن دي اسمها أبسوليوت ريفراكتوري بيريود، يعني الفترة اللي بيقول لك فيها القلب اوعى تيجي ناحيتي لصوت في وشك، أنا على آخر منقض، ما تدينيش أي ستيمولس تاني من بره، لو زنيت وعملت الليلي. سوري يا شباب، إيه ده؟ أيوة تمام، سوري يا شباب على الرسائل اللي بتيجي كل شوية دي. لو زنيت وعملت الليلي والله ما هستجيب لك برضه، يبقى ابعد لي، ابعد لي عن الحته دي اللي فيها اللي اخرها البلاتو. تمام، طب انا هبعد لك عن الحته دي يا عم، تعالى نقراها الاول. قال لك الابسوليوت ريفراكتوري بيريود دي بي دازنت ريسبونس، بيقول لك والله ما هستجيب لك لاي مؤثر تاني، لاي سكندري ستيمولس من بره، وبتبقى فيري لونج. فيري لونج ليه؟ لانها واخده المرحله الزيرو، الزيرو اللي كان طالع فيها الصاروخ، والمرحله فيز 1، واخده كمان المرحله فيز 2 اللي هي البلاتو اهو. شوف الرقم ده، قال لك كوريسبوند، بتقابل ايه؟ بتقابل مرحلة الديبولاريزيشن اللي هو طلوع الصاروخ، سميناه ديبولاريزيشن، ومرحلة نزول الصاروخ اللي سمول، اللي سمول فاست ريبولاريزيشن اللي الحتة الأولانية دي، قلنا إن هي سريعة وصغيرة من شكلها هو الله. تمام، وبياخد مرحلة البلاتو كمان. يبقى بياخد أول مرحلة، مرحلة طلوع الصاروخ، مرحلة نزوله السريعة الصغيرة، ومرحلة البلاتو. ابعد لي عن الحتة دي لو سمحت، في الرسمة بتاعتي أنا قلتها لكم قبل كده. اهي قلت لكم في الرسمه دي ان انا ابعد فين، لا مش دي الرسمه اه، قلت لكم في الرسمه دي ان انا ابعد عن الحته دي خالص، اللي هي مرحله طلوع الصاروخ، مرحله نزوله في الحته دي، والبلاتو ابعد لي عنها خالص. تمام تمام، نكمل كلامنا. قال لك والله ايت اوكيباي ذا هول بيريود اوف السيستول. يعني ايه؟ يعني ايه سيستول؟ يعني انقباض القلب. مش هي فعلا بتشغل مرحله انقباض القلب؟ هو انقباض القلب هو عباره عن ايه؟ قال لك والله عباره عن البلاتو. اي ما الحته دي الابسوليت ريفراكتوري بيريود هي مرحله انقباض القلب. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو جيت لي ناحيتي لصوت في وشك، دي مرحله انقباض قلب، ما تجيش ناحيتي خالص، مش هستجيب لك لاي مؤثر ثاني خارجي. تمام تمام، لان اوريد القلب منقبض، هتدي له ايه ثاني والنبي تخليه ينقبض؟ هو اللي السيمولس ده جاي ليه؟ مش عشان يخلي القلب ينقبض؟ طب انا منقبض فعلا، لي ليه؟ خلاص، وده اللي بيخلي القلب ما يخشليش في حاجه اسمها ايه؟ اسمها تيتاني. يعني ايه تيتاني؟ بيقول لك ان القلب عمره ما يقدر يحصل له تيتانايزد، يحصل له تيتاني يعني تشنجات، يعني القلب يتنميه منقبض على طول. طب امتى القلب يخليه منقبض على طول؟ والله لو ما كانش في حاجه اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، لو ما كانش في حاجه تمنع الاستيمولس اللي جاي من بره، ما انت لو ما فيش حاجه تمنعه، الاستيمولس اللي جاي من بره ده هيجي يثير القلب، يقول له انقبض، ينقبض، وهو اصلا منقبض، ينقبض ينقبض، يبقى تنيه في حاله انقباض طول عمره، يحصل له تيتاني، كونتينوس كونتراكشن. تمام، فالفيز ديت هي اللي بتمنع ان القلب ان هو يدخل في المرحله دي. تمام، فدي تبقى حاجه حلوه بالنسبه لنا. خلصنا المرحله دي، طب ندخل على المرحله الثانيه. والله المرحله الثانيه اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. يعني ايه ريلاتيف؟ والله قال لك ريلاتيف ديت معناها ان ايه المرحله الثانيه، تعالوا نشوفها في الرسمه بتاعتنا افضل. قال لك احنا قلنا المرحله دي لا نهايه البلاتو يا شباب، المرحله نهايه البلاتو ابسوليوت ريفراكتوري بيريد. طب الحته دي، الحته بقى اللي في النص دي، قال لك والله دي سميناها ريلاتيف ريفراكتوري بيريد، اللي بتقابل ايه؟ بتقابل فيز 3 تكرو، ادي فيز 1 فيز 2 فيز 3، بتقابل فيز 3، فيز 3 دي اللي هي الرابيد ريبرويزيشن. تمام، المرحله دي والله القلب بيتسهل شويه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا ممكن استجيب للمؤثر اللي انت جايبه لي ده. ليه؟ لان انا هكون مليت نفسي دم، هيكون في دم جوايا خرجه لك. ما هي مرحله الرابيد ريبرويزيشن دي مرحله الريلاكسيشن يا شباب، مرحله الدايستول لو تفتكر، قلت لك القلب بينقبض في الحته دي، اما بينبسط في الحته دي وبيملى نفسه دم تاني عشان يقدر يخرج دم. ما انت دلوقتي جاي تخلينا انقبض وانا ما فيش عندي دم، هخرج لك ايه بس؟ فطالما القلب قدر يملى نفسه بالدم، يبقى خلاص انا ممكن هتسهل شويه للاستيمولس اللي انت جايبه لي، ممكن الاستيمولس دوت يخليني اخرج شويه الدم اللي عندي. طب استنى، انا جبت لك استيمولس اهو، بس عنده شرط القلب بقى، بيقول لك لازم تتحايل عليا شويه. يعني ايه؟ يعني زود لي الاستيمولس شويه. يعني لو انت جاي تقول لي لو سمحت، قول لي ايه؟ معلش الله يخليكوا النبي، وافق على طلبي كده، اقعد زن عليا، كبر لي الاستيمولس اللي انت جايبه، تمام، عشان اديك اكشن. ومعلش معلش، لو انت جاي تطلب مني 400 جنيه انا برضو هديك 200 جنيه، يعني كمان بتحايل عليك وبديك استيمولس اكبر من الحقيقي او اكبر من النورمال، وانت كمان تديني اكشن 200 جنيه يعني قليل كمان. معلش معلش بقى، سامحني بقى، انا لسه في بدايه الريلاكسيشن، يعني لسه بملى دم، انا لسه ما وصلتش للي فيز 4 اللي هي مرحله ملي الاتريوم على اخره بالدم. معلش انا لسه في البدايه. خلاص يقول انا موافق، فبيدخل في حاجه اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود يقروا معايا يا شباب، بقى بيقول لك ان الاكزايتابيلتي في الكاردياك ماسل بتبقى بارش بي، يعني ايه؟ يعني نص نص. يعني معلش انا هستجيب لك للاستيمولس ده، بس معلش الله يخليك زوده لي شويه، خليه سترونجر شويه، وبرده
لما اديك الاكشن بتاعي برضو هيكون صغير. تمام. طب تاني نقطه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه اوكيوبايز الفيرست هاف بتاع الدايستول. قلت حاجه من عندي؟ والله ما قلت حاجه. ارجع للرسمه بتاعتنا. بيقول لك هو بيمثل النص الاولاني من الدايستول. طب هو فين الدايستول؟ قال لك والله بص ديت الفيس 3. فيس 3 دي كان بتقابل ايه في الكونتراكشن بتاع القلب؟ ارجع تاني للرسمه بتاعتنا. والله قلنا فيس 3 اللي هي الحته دي كانت بتقابل ايه فوق؟ النص الاولاني من القلب، من الريلاكسيشن بتاع القلب، من الدايستول بتاع القلب. الدايستول اللي هو الريلاكسيشن، اللي هو مل الاتريوم بالدم. تمام تمام. يبقى كله بيدور حوالين الرسمتين التلاتة اللي احنا عارفينهم، ان مرحله الابسولوت ريفراكتور بيريد هي ايه؟ هي فيز 3. وادي هي عم فيز 3 هي عم بتقابل ايه قصادها؟ بتقابل مرحله الريلاكسيشن بتاعه القلب. بس انهي نص فيهم؟ النص الاولاني. امال النص الثاني؟ والله بيقابل البريود الاخيره اللي احنا هنقول عليها. تمام تمام. طب نيجي بقى على البريود الاخيره اللي احنا بنقول عليها. قال لك والله البريود الاخيره اسمها دينجرس بريود. يعني ايه دينجرس بريود؟ يعني يرجع للرسمه بتاعتنا الحلوه الاموره. بتقول لك ايه الرسمه؟ بتقول لك يا باشا اخر مرحله دي بقى، احنا خلصنا المرحله الثانيه دي. بص دي اول مرحله، دي تاني مرحله. المرحله الثالثه دي بقى اسمها الدينجرس. يعني ايه دينجرس؟ اللي هي بتقابل المدير اللي موجود تحت، اللي بتقابل ايه هناك في الكونتراكشن بتاع القلب. افتكر كده باقي النص بتاع الريلاكسيشن بتاع القلب بتاع الدايستول. تمام تمام. وكل واحده بتقابل واحده. قالك والله البريود دي بتقابل النص الاخير من الدايستول. والله النص الاخير من الدايستول معناها ان انت جايه في اخر حته، يعني بيكون القلب خلاص ملى دم على الاخر. طب خلاص ما القلب ملى دم، هو يا عم الحاج بقى ما تدي له استمر خليه يخرج الدم ده. بيقول لك اه الحمد لله. انا دلوقتي لو انت حتى قلت لي لو لسه ما كملتش كلمه لو سمحت هيقوم مخرج لك الدم اللي عندك. على عكس فيز ايه؟ على عكس البريود اللي قبلها الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، كان قاعد يتحيل عليه ويطلع روحه على ما يطلع له شويه دم. هنا بقى في اخر المرحله قال لك خلاص يا عم الحاج انا وصلت لاخر الريلاكسيشن. يعني ايه؟ يعني القلب بقى منبسط، بقى مليان دم على الاخر. فاي ستيمولس بسيط حتى لو صاب نورمال، يعني لو اقل من النورمال كمان، انا هطلع لك كل الدم اللي عندي. تمام. فالحمد لله الاستيمولس وافق وجاب له استيمولس اقل من النورمال، ساب نورمال. عشان كده سميناها ساب نورمال اكزايتابيلتي، البريود بتاعت الساب نورمال اكزايتابيلتي. يعني ايه؟ يعني حتى لو استيمولس اقل من النورمال القلب هيوافق ويطلع الدم اللي عنده، لانه هو اوريدي ملى دم خلاص. تمام تمام. والبريود دي بتمثل ايه يا شباب؟ ارجعوا لي الرسمه دي. البريود الاخيره بقى دي، احنا قلنا البريود الاولانيه دي اسمها ابسولوت ريفراكتوري بريود، الثانيه بتقابل فيز 3 اللي هي النص الاولاني بتاع الكونتراكشن بتاع القلب. طب والحته اللي تحت دي بتقابل النص الاخير من الريلاكسيشن بتاع القلب. تمام، النص الاخير من الريلاكسيشن، ودي سميناها الدينجرس او الدينجرس بيريود او البيريود بتاع الساب نورمال. يعني في المنطقه دي اللي هي نهايه الريلاكسيشن، ان القلب اتملى دم خالص، في الحته دي بقى لو انت اديت القلب ستيمولس يقول له انقبض، اه هينقبض، هيرضى حتى لو اقل من النورمال، لو هو ساب نورمال حتى. ليه؟ لان انا مليت دم خلاص، انا بقى عندي دم خرجه لك يا عم الحاج. تمام. فالاكزايتابيلتي هنا تبقى عاليه جدا. يعني ايه؟ يعني انت لسه بتقول له لو سمحت لسه ما كملتش الكلمه ومدي له ستيمولس بسيط خالص، قال لك والله لا طلع لك كل الدم اللي عندي. فالاكزايتابيلتي هنا عاليه جدا 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 يا شباب. تمام، عشان لما تيجوا تقولوا الكلام تكونوا فاهمين. شايفين الحته دي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدنجرس بيريود دي، بيقول لك دي البيريود ديورنج الويتش الاكزايتابيلتي اوف ذا كاردياك ماسل از انكريزد ابوف نورمال. بيقول لك ان الاكزايتابيلتي او الاثاره بتاعته او قدرته ان هو يخرج دم وانقباض عالي جدا بتبقى في المرحله دي. ليه؟ لانه اتملى دم خلاص. بيبقى ايه؟ بيقول لك بيستجيب لاي سب نورمال، اي سب نورمال استيمولاي. هو كاتب لك هنا سوبر نورمال، يعني الاكزايتابيلتي فوق النورمال، بس انت لما تيجي تدي له ستيمولس هيبقى ايه؟ لو سب نورمال هيستجيب لي. تمام، عشان ما تدخلوش الكلام لبعض في بعض. يعني الاكزايتابيلتي بتبقى اعلى من النورمال، يعني الاكزايتابيلتي عاليه جدا. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا هخرج لك كل الدم اللي عندي بمجرد ان انت تديني ستيمولس بسيط خالص حتى لو اقل من النورمال. فهو يعمل لك حاجه اسمها سوبر نورمال. يعني ايه سوبر نورمال اكزايتابيلتي؟ مش سوبر نورمال ستيمولس، لا، الاستيمولس صغير سب نورمال. اما الاكزايتابيلتي اللي هيعملها اسمها سوبر نورمال، فوق المعتاد. يعني ايه؟ يعني هيخرج كل الدم اللي عنده، يعني مش هيستنى يخليني اكمل كلمه لو سمحت. انا لسه بقول له
لو سمحت لقيته قوم خرج كل الدم اللي عنده، يقول له خليك عندك يا عم الحاج خلاص انا عرفت طلبك، يقوم مخرج كل الدم اللي عنده. طب تاني نقطه بيقول لك اويكر استمرس، يعني اهو ده اللي انا بقول لكم عليه، ان استمرس ضعيف جدا ممكن يخلي القلب يطلع كل الدم اللي عنده. ليه؟ لانه جاله ايه؟ جاله في الجون زي ما بيقولوا، جاله في الوقت اللي يكون اتملى فيه على اخره دم، ان حصل لنهايه الريلاكسيشن، استنى لما القلب يوصل لمرحله الريلاكسيشن النهائيه ورايح يعمل له استمرس. تمام؟ عشان كده حطيناها في المرحله اللي كانت تحت يا شباب، اللي هو النص الاخير من الريلاكسيشن اللي كان بيقابل المدير تحت. تمام؟ اهو شوفوا النقطه اللي بعدها، بيقول لك بيقابل ايه؟ بيقابل النص الثاني من الدايستول اللي هي ايه؟ اللي هي مرحله المدير اللي تحت. تمام؟ انا قلت ادي هي وهي، قسمنا الحته اللي نازله دي لحتتين، الحته الاولانيه رقم 3 دي بتقابل النص الاولاني من الدايستول، والحته الثانيه بتقابل النص الثاني من الدايستول. تمام؟ تمام. بيقول لك اخر حته بقى، بيقول لك ان الاستيمولاي ادجستد تو اوكيور ديورينج اتس بيريودز ميلي تو فنتريكولار فايبريشن. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مش معنى ان القلب بيتساهل معاك وبيقول لك اديني حتى استيمولس ولو بسيط وانا هعمل لك اكزايتابيلتي عاليه جدا فوق النورمال فان انت تسوق فيها، لا ما تسوقش فيها الله يخليك. انت لو قعدت تدي للقلب استيمولس 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 هيتنيه ينقبض 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 عشان يخرج الدم اللي عنده، ولو القلب تنى انقبض ينقبض ينقبض هيدخله في حاجه اسمها ايه؟ اسمها فينتريكولار فايبريليشن، يعني رعشه البطين. يعني ايه رعشه البطين؟ يعني القلب يتنيه منقبض باستمرار، ودي حاجه حلوه والله مش حاجه حلوه. هو القلب لما يتنيه منقبض باستمرار هيحصل له ريلاكسيشن امتى والنبي؟ هيملى دم امتى؟ ما هو لو ملى دم هيخرج دم، اما هو منقبض باستمرار يعني عمال يخرج دم اللي عنده مش عارف يملى دم خالص، يبقى هيجي له لحظه ويقول لك انا مخزني فوق مخزني فضي مفيش دم عندي اطلعه لك تاني، فالعيان ده يخش في شوك ويموت. تمام؟ فلازم وانت بتدي ستيمولس تكون ادجستد، تكون ايه؟ تكون محكم يا عم، ما تستغلش الفرصه وادي الاستيمولس بطريقه ايه؟ بطريقه ادجستد، يعني ايه؟ بحكمه. تمام؟ عشان ما تدخلوش حاجه اسمها فينتريكولار فايبريليشن. اهم حاجه احفظوا لي يا شباب الثلاث رسومات او الرسمتين اللي انا قلت لكم عليه، مين بيقابل مين والكلام ده كله. تمام؟ تمام. الرسمه ديت برضو يعتبر هي الاولانيه، تمام؟ بس الاولانيه اسهل منها، دي تحس ان هي ملعبكه شويه كده. تمام؟ برضو هفهمها لكم. المرحله الاولى دي اسمها ايه؟ اسمها الابسولوت ريفراكتوري، اللي هي مرحله الانقباض اللي بتشمل ثلاث حاجات، طلوع الصاروخ ونزول الصاروخ والبلاتو. تمام؟ اما بدايه او باقي نزول الصاروخ بيقابل فيه ثلاثه، ودي اسمها ايه؟ اسمها الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. طب ماشي، الباقي بتاعتها بقى المرحله اللي تحت دي، قالك والله بتقابل النص الثاني بتاع الكونتراكشن. ده بصوا للحته دي اتلخبط، خليكم في الرسمتين اللي انا قلتها لكم الاولانيين. تمام؟ ونفصل برضو الفيديو ونكمل الفيديو تاني ان شاء الله.